بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام أولا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد روى أبو عمرو، وقيل أبو عمرو، سفيان بن عبد الله أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. سؤال وجيه من صحابي جليل، من أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي، من بلد الطائف، ممن أسلم وحسن إسلامه ويعتبر إسلامه من إسلام الأولين. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأله وظيفة لا منصبا ولا يسأله مالا، وإنما سأله سؤالا مهما في حياة كل إنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل يا محمد لي قولا خاصا، أي أجبني جوابا خاصا، هذا الجواب ينفعني بحيث يصبح أنني من هذا الجواب لا حاجة لي أن أسأل غيرك على الإطلاق. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي هذا النص درس تربوي لأبنائنا الدارسين الجامعيين أو من كان دونهم، على أن يسألوا أهل العلم، فمفتاح العلم السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا أهل العلم. ولذلك نجد في الجانب التربوي أن الطالب الحصيف الذي يسأل أستاذه عما لا يدرك معناه، ونحن لو تتبعنا سير صحابة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نجدها مليئة بهذه الجوانب التربوية. عندما يأتي الواحد منهم أو الاثنان أو الأكثر إلى الحظيرة النبوية ليسألوا المعلم الأول، الرسول الأول، الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم، فيجيبهم الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم المعلم الأول، يجيبهم بما يوحي الله به إليه أو بما يجتهد هو فيه إن لم يرد في ذلك نص. فهذا الصحابي الجليل الطالب للمعرفة وللتفقه في الأمر يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الأدبي الرفيع: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وهو يعلم أنه إذا أجابه رسول العناية الإلهية فلا جواب بعد جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعليق على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، ويجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بابتسامته المعهودة وبتواضعه المعروف وبرحمته لأتباعه وبرأفته لهم: قل يا عبد الله، قل آمنت بالله ثم استقم. فلنتأمل أيها الإخوة إلى هذا الجواب المركز المختصر. لم يأتي الجواب مطولا من صفحة أو صفحتين أو حتى ولا نصف صفحة، إنما جاء الجواب مقتضبا لكنه جوابا
لكنه جواب جامع شمولي لمعاني ما أراده الصحابي الجليل. قل آمنت بالله ثم استقم. فتعالوا بنا أيها المشاهدون لنتأمل هذا النص، قل آمنت بالله ثم استقم. هل يكفي أو هل يكتفي الواحد منا أن يقول آمنت بالله وأستقم؟ لا، المقصود أن يقول آمنت بالله معتقدا ولسانا. قل آمنت بالله معتقدا، أي قلها معتقدا، لأن كثيرا من الناس يقول آمنت بالله، هو آمن بالله لكنه لم يستقم. فيريد المعلم الأول أبو سيد البشرية، يريد من جوابه أن يثبت معاني الجواب في صدر هذا الصحابي الجليل. قل آمنت بالله، أي بعد أن يستقر هذا الإيمان في قلبك قلها بملء فيك، آمنت بالله، صدقت بالله ربا خالقا معطيا معدما محيا مميتا إلى غير ذلك. صف الله بما وصف به نفسه، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أن تستقر هذه العقيدة في قلبك أيها الإنسان، أن هذا الكون بما فيه، بما خلق الله فيه من سماوات بأبعادها، من أجرام، من شموس، من نيازك إلى غير ذلك، بما خلق الله هذه الأرض بما فيها من بحار، من يابس، من نبات إلى غير ذلك، من متحرك وصامت، أن هذا الكون كله في قبضة الله، في قبضة الواحد الديان سبحانه وتعالى، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في الموجودات إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. إذن هذه هي العقيدة الصحيحة التي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبتها عبد الله بن عمر، سفيان بن عبد الله، الذي أراد أن يثبتها أبو عمر أو أبو عمر سفيان بن عبد الله في قلبه. قل آمنت بالله، أي آمنت بالله، صدقت بالله معتقدا وقولا أنه هو الواحد الحق، وأنه لا معبود سواه سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال له قل آمنت بالله ثم استقم. هنا درس تربوي هام، أن الإيمان بنفسه، الإيمان بالله بنفسه لا ينفع إذا لم تصحبه الاستقامة. فمن شرط الإيمان الصحيح أن تجسده الاستقامة. وما معنى الاستقامة؟ الاستقامة الوسطية في الأمر، فاستقم كما أمرت. الخطاب موجه لمن؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من استقام على منهج الله، لكن أراد الله عز وجل أن يأمره بهذا الأمر ليبقى هذا الأمر لأتباعه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله عز وجل، كما جاء بالاستقامة الوحي. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة هي الوسطية، استقيموا كما ورد في الحديث، استقيموا، سددوا وقاربوا، يعني سددوا وقاربوا، السداد هو الاستقامة، بمعنى لا إفراط ولا تفريط.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. استقاموا في عقيدتهم، في سلوكهم، في أقوالهم، في أفعالهم. إن الذين قالوا ربنا الله قالوها بمعتقد صحيح، ثم استقاموا. يا ربي ما هو الجزاء؟ الجزاء عظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مقابل أي شيء هذا العطاء؟ مقابل الإيمان بالله، الإيمان الصحيح، ثم الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنهم استقاموا في هذه الحياة. وأقول أيها الإخوة لكل واحد منا أن الإنسان إذا ما أراد القول الحق والنصيحة الطيبة أن يجسد هذه الاستقامة في حياته إلى جانب عقيدته، فيجد استقرار النفس واطمئنان القلب وراحة الضمير، راحة مع الزوجة، مع الأولاد، في المكتب، في المزرعة، في المعمل، لأنه استقام على منهاج الله. أما أن لا يستقيم مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله مسلم، يأتي بالشهادتين لكن على غير استقامة، تجده فظا غليظ القلب. قد تصل به هذه الفظاظة على لعن الزوجة والعياذ بالله، أو على لعن الأولاد، وتجد نفسه غير مرتاحة ولا ضمير مستقر. لماذا؟ لأنه ابتعد عن منهاج الله سبحانه وتعالى. والله أقولها بصراحة أن السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين حرصوا على صحة الإيمان بالله واستقاموا على ذلك تجد سيرهم سيرة عطرة مع أزواجهم، مع أولادهم، مع جيرانهم، مع إخوانهم، مع أقاربهم، مع إخوانهم المسلمين. اللقاءات تتم عن إيمان، والافتراق يتم عن إيمان، وتجد المحبة قد جسدت أنواعها بين بني البشرية. لماذا؟ لأنهم انطلقوا بمنهاج الله عز وجل، جسدوا هذا المنهج في أنفسهم وفي أسرهم وفي مجتمعاتهم. بهذا أيها الإخوة يستطيع الفرد الواحد منا أن يدرك سر الإسلام والمجتمع، لأن الإسلام الحنيف ليس كلاما يقال، وإنما هو عمل حركي في هذا الوجود. بعض الناس يتصور الاستقامة في أي شيء، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، هذا طبعا من الواجبات أن يستقيم الإنسان هنا. إنما الاستقامة تشمل جميع أنواع الحياة، مثلا إصلاح العمل من الاستقامة، نجار مثلا يجيد النجارة، يصلح الأبواب، يصلح الدواليب، يصلح مثلا النوافذ، إصلاحه لهذا العمل جانب من جوانب الاستقامة. المزارع مثلا الذي يجيد الزراعة يحرص على تشطيب الأرض، على سمادها، على يعني ترتيبها، على سقيها، هذا جانب من جوانب الاستقامة. حتى الابتسامة بين أخيك وأخيك الإنسان هذا جانب من جوانب الاستقامة. الصفح الجميل جانب من جوانب الاستقامة، الصبر الجميل جانب من جوانب الاستقامة، تعزية أخيك إذا ما أصيب بمصاب جانب من جوانب الاستقامة، تهنئته بفرح من الأفراح جانب من جوانب الاستقامة. هذه هي الاستقامة التي ينشدها الإسلام بين أفراد المجتمع. تلكم أيها الإخوة إضاءات
نورانية من سنة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً.